A shaving or makeup mirror is designed to magnify your face by a factor of 1.4 when your face is placed 20 سنتيمتر in front of it. عندنا A و B و C. A B C. بيقولي what type of mirror is it؟ عشان أنتج صورة upright magnified image should be concave على طول. ليه؟ دايما الكونفكس بتديني حاجة أصغر، بتديني image أصغر من الأوبجكت، وبالتالي طالما magnified يبقى لازم تكون كونكيف، وخصوصا ان هي ابرايت. الابرايت ماجنيفايد دي الحاله الوحيده اللي لما بكون في مسافه الاوبجكت بتاعي، او انت بتكون باصص المرايه في مسافه اقل من الفوكال، الصوره بتتكون الجهه الاخرى بتكون فيرتشوال، بتكون معدوله، بتكون اكبر. بيسالني ديسكرايب ذا تايب اوف ايمج ذات ات ميكس يور فيس. احنا قلنا احنا كتبناها اوريدي، ادي المرايه، ادي الفوكال، حط وجهك هنا، المسافة دي 20 سنتيمتر، الصورة بتاعتنا كده، دي نعكس كده، والسنتر بتاعنا هنا، ده لو في حاجة كده بالسنتر هترجع نفسها. وبالتالي الصورة هتتكون هنا. فالصورة ماجنيفايد وابرايت نفس العدلة بتاعتها، وبالتالي المسافة دي لو طلبها نقدر نحسبها. هو بيقول لي كالكليت ذا ريكواير ديستانس اوف كيرفيتشر فور ذا ميرور. هو طالما كبرت بواحد واربع، احنا في البارت بي بيقول لي ديسكرايب، احنا اوريدي قلنا هي ابرايت، قلنا ان هي فيرتشوال لانها الجهه المقابله، وماجنيفايد خلاص هو قال عليها ان هي ماجنيفايد. طب في البارت سي عايز الار، واحد على دي او واحد على دي اي بتساوي واحد على الاف. الدي او قال لي 20 سنتيمتر، الدي اي مديني الماجنيفيكيشن 1.4، واحنا عارفين ان الام ماينس الدي اي على الدي او. طيب ده هيكون الجهة المقابلة، يبقى ماينس 1.4 في 20. اذا الاف اقدر احسبها، وبالتالي الار اقدر احسب. عندنا 1 تقسيم 20 ناقص الدي اي 1.4 من الدي اوبجكت، طلع رقم اقلبه فطلع 70، نضرب في 2 يبقى 140 سنتيمتر او 1.4 متر.